النادي الاهلي ونجم منتخب مصر ولاعب الحالي لفريق المقاولون العرب كابتن محمد شوقي، برحب بيك على شاشه سي بي سي 2 برنامج الملعب كابتن شوبير. واعتقد النهارده يمكن متابعه لمباراه المقاولين عرب ودمنهور، ومباراه هامه جدا. يمكن المقاولين خلاص تقدر نقول شبه حسن القائل لصالحه، لكن يعني محمد شوقي عوده مره اخرى للملاعب المصريه مع المقاولون العرب، وتجربه اعتقد تبقى متميزه بالنسبه لك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني برحب بيك طبعا، وزي ما انت قلت يعني رجوع لمصر عن طريق نادي المقاولين. ما فيش حاجه يعني النهارده بنشوف الماتش، وماتش مهم بالنسبه للفريق في مسيرته. يعني ان شاء الله النتيجه لحد دلوقتي 3، والماتش يخلص على كده ان شاء الله. محمد، يمكن اعتقد ان كان في يعني مشاكل شويه في الموضوع الانتقال بتاع الدوليه، لم تصل حتى الان من الفريق الماليزي اللي كنت بتلعب له، ويمكن لسه في مخاطبات ما بين الاتحاد المصري والاتحاد الماليزي. لا، ما فيش مشاكل ولا في اي حاجه. الموضوع بس احنا لسه نادي المقاولين، يعني عشان النهارده المفروض امبارح كان الجمعه والاتحاد ما فيش يعني، فبس هي دي المشكلة. لكن الوضع ما فيش مشاكل والبطاقة الدولية توصل. لا، ما فيش مشاكل، ان شاء الله ممكن تكون بكرة موجودة ولا بعده يعني بكتير ان شاء الله. احكي لي التجربة جت ازاي، او المفاوضات جت ازاي ما بينك وما بين الفريق المقاولي؟ والله يعني جت بسرعة جدا طبعا. كابتن حسن يعني اول ما قعدت معاه وكلمنا وهو كلمني، الموضوع انتهى يعني. ما كانش في مفاوضات تقريبا يعني. هو خلاص يعني، بالذات الكابتن حسن لما يعني اي حد من جيلنا لو طلب اي حاجه كابتن حسن محدش مش هيتاخر يعني. فالموضوع انا بقول لك كان سهل جدا بيني وبين المقاولين. شايف التجربه ازاي مع فريق المقاولين العرب؟ يمكن كان لك تجربه كبيره جدا مع النادي الاهلي والقبلي النادي المصري، يمكن تجربتين مع فرقتين جماهيريتين. والله طبعا يعني اكيد هتبقى بالنسبه لي صعبه حتى في التوقيت دلوقتي، لان بقالي حوالي سنتين ونص بره مصر. فالناس يعني برضه هتحاول يعني تبص وتشوف يعني محمد شوقي فين. ولكن نادي المقاولين مش يعني نادي من زمان على تاريخ مصر، نادي مستقر ونادي معروف باستقراره الاداري يعني. وان شاء الله تكون تجربه ناجحه بالنسبه لي، واتمنى ان انا يعني اثبت للناس ان انا لسه موجود ان شاء الله. شايف ان قادر انك ترجع منتخب مصر مره ثانيه، تعود مره ثانيه محمد شوقي نجم الكره المصريه اللي تعلق في الملاعب المصريه وتعلق ايضا مع منتخب مصر وعرض معه العديد من البطولات؟ والله ليه لا، يعني انا رحت منتخب مصر وانا في نادي ابو فؤاد مش نادي المصري، فحتى انا كنت ليه لا، يعني الموضوع مش صعب جدا، اجتهد وربنا يسهل ان شاء الله. التحدي الجديد اللي بالنسبه لك مع المقاولون العرب شايفه ازاي، وايه طموحك مع فريق المقاولون العرب؟ والله يعني انت قلتها، تحدي اولا بيني وبين يعني بيني وبين نفسي اولا، وبيني وبين ناس كتير جدا، ولكن هيبقى صعب جدا، بس هحاول وان شاء الله زي ما انا حاطط في دماغي يمشي الامور. طموحي نادي المقاولين اكيد، يعني انت عارف نادي المقاولين النادي، يعني نادي بالنسبه للانديه اللي موجوده نادي من زمان، نادي كبير، فمش صعب ان هو يبقى متواجد يعني في ظل الفرق اللي موجوده، يعني في الفرق الكبيره يعني. وان شاء الله مع كابتن حسن والجهاز الموجود والاداره الموجوده ممكن ان شاء الله نادي المقاولين يعني يكون من الفرق اللي فوق ان شاء الله يعني، او يعمل نتائج كويسه ان شاء الله. هاخد قد ايه محمد مع الفريق المصري؟ سنه ونص ان شاء الله. سنه ونص ان شاء الله. شايف ان قادر تحقق فيهم المطلوب من محمد شوقي، او قادر تحقق فيهم طموح محمد شوقي؟ والله انا بقول لك انا هحاول، وان شاء الله يكون يعني يكون اللي انا الواحد كل واحد بيحط في حساباته او في تخيلاته حاجات، اتمنى ان هي ان ربنا يوفقني ان انا يعني احقق منها ولو بنسبه كبيره منها ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. شكرا جدا.